انضموا إلينا الآن للنقاش حول هذا الموضوع عبر سكايب السيد زهير الشاعر، الكاتب والمحلل السياسي، معنا من أوتاوا. أهلا بك سيد زهير. أهلا بك. أهلا ومرحبا. بداية، يعني ما هو تقييمك لما يجري حاليا من جهود ووساطة دولية من أجل عقد جولة جديدة من المفاوضات؟ يعني الإعلان عن هذا الأمر حقيقة يأتي في سياق محموم من أجل وقف إطلاق النار كرغبة لدى المجتمع الدولي ولدى جميع الأطراف إلا إسرائيل حقيقة، وبالتالي الجميع يدرك تماما بأن هذه الحرب باتت عبئا ثقيلا على المجتمع الدولي، وباتت تمثل كارثة إنسانية لأهالي قطاع غزة، وتمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي. ولكن أيضا لا نستطيع أن نغفل بأن الولايات المتحدة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية الحالية تعمل بشكل كبير جدا وتضع ضغوطات هائلة من أجل أن تحقق نجاحا في هذا المضمار قبل أن يغادر الرئيس جو بايدن إدارته بعد أن تتم الانتخابات يوم الثلاثاء الخامس من نوفمبر الحالي. لذلك تحاول عمليا أن تتلاعب أو تحاول أن تداعب مشاعر الناخبين على الأقل بأنه لا زال هناك أمل من اتجاه عملية وقف إطلاق النار، وبأن الإدارة الأمريكية الحالية التي عمليا تتحدث بإزدواجية في الخطاب تحاول بأنها تقدم جهودا كبيرة من أجل أن تفرض رغبتها بوقف إطلاق النار في بين إسرائيل وبين جميع الأطراف. ولكن على ما يبدو بأن التصريحات الإيرانية في اليومين أو بالأمس كانت تصريحات قوية رفعت الراية الحمراء إنجاز التعبير في وجه جميع الأطراف، وبالتالي بدأت الجهود الدبلوماسية بشكل مكثف. لذلك وجدنا بأنه تم الإعلان على أن هناك إمكانية بأن يكون هناك توصل لوقف إطلاق النار ما بين إسرائيل وبين حزب الله من جهة خلال أسبوع، يعني من الآن حتى أسبوع أو 10 أيام من الآن. ولكن هذا جاء متزامنا عمليا بتصريحات مع الرئيس الإيراني الذي ربط يعني وقف إطلاق النار في المنطقة مع التقدم في وقف إطلاق النار مع التقدم في المفاوضات. يطرح بكثرة الآن بأنه هل الولايات المتحدة جادة بالفعل بالوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار حل الدولتين كما تزعم، أم هي فقط تلعب في الوقت الضائع قبيل الانتخابات؟ يعني أنا كمراقب أستطيع القول بأن الذي يريد بالفعل أن يحقق هذه الرؤية عليه أن يتحدث بلغة واحدة متماسكة قوية صارمة قابلة للتنفيذ، وليس لغة مزدوجة، لغة في بعض الولايات نريد وقفا لإطلاق النار وبعض الولايات الأخرى سندعم إسرائيل وسنستمر بدعم إسرائيل بالسلاح إلى ما لا نهاية. هذا الخطاب المزدوج لا يساعد عمليا بكسب المصداقية اتجاه من قبل أي طرف يراقب هذه الأمور. لربما تريد الإدارة الأمريكية الحالية أن تحقق نوع يعني شيء ما على مستوى وقف إطلاق النار، ولكن هل تستطيع في هذه المرحلة الحساسة وبالغة الحساسية أن تحقق سلاما عادلا وشاملا أو تؤسس لذلك
مبني على حقوق الشعب الفلسطيني، على أساس منح الشعب الفلسطيني حقه بالحرية والاستقلال، في تقديري بأن الأمور بالغة الصعوبة الآن بالنسبة لهذه الإدارة. ولكن إن نجحت مرشحة الديمقراطيين لربما يكون هناك استكمالا لهذه الجهود وبناء يتم البناء عليها، وبالتالي لربما تذهب الإدارة الأمريكية القادمة الجديدة إن كانت الديمقراطية بالفعل اتجاه تحقيق الاستقرار وتحقيق وقف اطلاق النار. ولكن متى جاء هذا الكلام عمليا؟ جاء أيضا بعد أن صرح الرئيس السابق دونالد ترامب بصريح العبارة بأنه طلب يعني سيكون هناك وقفا لإطلاق النار ولن يكون هناك حرب في فترته، كما لم يكن هناك أي حروب في فترته الرئاسية التي خاضها في الماضي. وبالتالي لربما جاء هذا الأمر أو هذه التصريحات في هذا السياق لدغدغة مشاعر الناخبين لا أكثر ولا أقل. ولكن عمليا ما يحصل الآن على الأرض هو وصمة عار سواء في جبين قائدة العالم الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم وهذه الإبادة الجماعية غير المسبوقة تاريخيا، وأيضا يمثل فضيحة لسمعة إسرائيل التي تدعي بأنها دولة ديمقراطية وتمارس هذه الجرائم وهذه الإبادة الجماعية ولا تكترث بالقانون الدولي. وبالتالي لا يستطيع المرء أن يصدق بأنه بعد عام أو بعد مرور عام من هذه الحرب الدموية والهمجية بأنه بالإمكان خلال 48 ساعة بأن يتم أو 48 ساعة الأخيرة قبيل الانتخابات بأن يتم تحقيق شيء ملموس بالفعل اتجاه وقف إطلاق النار. في تقديري بأن الأمور صعبة، ولكن هذا لا يمنع بأن يبقى الأمل موجودا وبأن الجهود لا زالت موجودة، خاصة بأن صدر تصريح عن الجانب الإيراني واضحا أو عن الرئيس الإيراني مفاده بأن إيران قد تخفف من ردة فعلها على الضربة الإسرائيلية إن كان هناك فعلا تطورا وكان هناك فعلا وقفا لإطلاق النار ونجاح للمفاوضات الدائرة حول هذا الأمر في المنطقة. وبالتالي لربما هذا يعطي نوع من الأمل بأن هناك خطة مدروسة وخطة متوافق عليها بين جميع الأطراف بأن هناك ضرورة لوقف إطلاق النار وإنهاء انتهاء هذه الحرب بشكل جذري. ولكن أيضا هناك تصريحات من جانب حماس لا تعطي تفاؤلا كبيرا ولا تعطي أملا كبيرا بأن المطروح قد يرضي الجانب الفلسطيني ويدفعه للموافقة على وقف إطلاق النار، وبالتالي الأمور حقيقة تدور في منطقة الرمادية ولربما صراع سياسي كبير يفند الأمور مصداقية الأمور، ولربما أنه يضيع الأمل بين ثنايا هذه التصريحات التي ما بين المتفائلة وبين المتشائمة. لذلك الأمور حقيقة ليست واضحة ولا يستطيع أحد أن يتكهن بأنه خلال الساعات القادمة المتبقية من أمام الانتخابات الأمريكية بأنه سيكون فعلا هناك ضوء، ولا ربما أيضا يعني ما يتحدثون عنه أنه بعد أسبوع أو بعد عشرة أيام لربما يكون الأمر أيضا بالغ التعقيد وليس سهلا. شكرا جزيلا لك السيد زهير الشاعر الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من أوتاوا.